إمكانيات كبيرة، يقدم نفسه بشكل كبير ويقدم اسم هذه المباراة للذكرى، ستبقى مباراة ياسر الكهف. أوه الأهلي يبقى، والأهلي يضرب من الاثنين ويدور على الثالث، كرة منقولة وركلة جزاء، ركلة جزاء للأهلي، ركلة جزاء للراقي، ومن يدورها؟ تعال يا فيكتور سيموس، يقول خلوها، فيكتور سيموس البرازيلي يبي يضربها بالثلاثة وبيأكدها بالثلاثة، لأن الأهلي للمرة الثالثة يحضر مع هجر، يقول المرة بالاثنين ومرة بركلات الترجيح والثالثة خلوها بالثلاثة، لأن الأهلي يبي هذا المساء يبي يضرب بالثلاثة. راقي حتى أنه في تعامله مع الكبير ومع الصغير على احترام متبادل، والاحترام لغة لا يعشقها إلا الكبار، أو إلا الكبار هم من يعشقون هذه اللغة. تيسير الجاسم مع أول كرة في أول لمسة كمكافأة من ياروليم على دخوله في الوقت المتبقي من المباراة في مواجهة العباد. وركلة الجزاء كنا نتوقع فيكتور هو من يلعبها، لكن تيسير الجاسم، تيسير الله، تيسير، ويقول حكم المباراة من جديد. ما يخالف يقول تيسير، والعباد راح معاها، وبالتالي تيسير الجاسم حطها على اليمين المرة هذه. لكن المرة الثانية من اللي دخل؟ اللاعب الأهلاوي، شايفين محمد نحيد دقيق جدا، دقيق جدا، كان على الخط ودخل في لمسة. تيسير الجاسم في إعادة ركلة الجزاء، تيسير الجاسم، جول أهلاوي، جول للأهلي، جول للراقي، تيسير دائما ما لا تقصير، ثلاثية أهلاوية يؤكدونها إلى الثمانية، إلى كوارتا فاينل لملاقات الشباب في اليوم 23 يا يوريم، وستذهب بعد ذلك برا إلى الرياض، وبعد ذلك برا إلى المجمعة في ملاقات الفيصلي، ويا دورين اشتعل، ويا كأس سيدي ولي العهد في مقابلات قاسية جدا، كسر العظم سيكون فيها، وفي الشتاء عاد ستكون مباريات قمة وإثارة في مسلسل دوري زين وفي مسلسل كأس ولي العهد. كرة منقولة، هجر قدم لكنه ما سجل في الشوط الثاني. خبرة الأهلاويين وتحية طرق